بمناسبة النادي الأهلي، النادي الأهلي النهاردة في الدوري المصري الممتاز حقق فوز مهم جدا على المقاولون العرب 2-1 في الجولة 17، هدف أول في الدقيقة 2 لعلي معلول من ضربة جزاء، تخصص يعني علي معلول. وبعد كده فاروق نور الدين سجل هدف عكسي في مرماه عشان الأهلي يبقى 2-0 في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 43 جون أوكلي ضيق الفارق للمقاولون العرب، واحد من المتألقين جدا في الدوري هذا الموسم. عجبني النهارده انه في اول ثلث ساعة المقاولون العرب يتأخر بهدفين، بس المقاولون العرب ما وقعش بعد الهدفين، قدر يسجل هدف وكان ممكن يوصل انه يتعادل في اي لحظة من اللحظات، كان ماسك نفسه أداء مميز جدا المقاولون العرب، مش بس في المباراة دي، طوال الموسم بصراحة يعني المقاولون العرب عامل أداء راجل. طيب نروح لخبيرنا التحكيمي الكبير كابتن جهاد جريشة يقول لنا رأيه في الأداء التحكيمي في مباراة الأهلي والمقاولون وأيضا مباراة الزمالك والترجي. كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا. مساء الورد، أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ والله الحمد لله. نبدأ بالأهلي والمقاولون؟ اتفضل. طيب النهارده يعرضونا الحالات على طول عشان كان في بعض الحالات الجدلية وداخل منطقة الجزاء. أول حاجة طبعا نعرضها ضربة الجزاء اللي حصلها النادي الأهلي في الدقيقة الأولى من المباراة. ركلة جزاء صحيحة ماسك من مدافع المقاولين بصورة واضحة والحكم موجود، وأصعب على فكرة ركلات الجزاء اللي ممكن يحتسبها الحكم يا كريم هي ركلات الجزاء اللي بتحصل في الدقيقة الأولى، الدقيقة الأولى والدقيقة الثانية، لازم الحكم يبقى نازل مستعد، والحنفي كان في الموعد في الميعاد واحتسب ركلة جزاء صحيحة النادي الأهلي، وكان لازم يبقى معاها إنذار للمسك، هو ما انتش انذار لكن في الاخر ركله جزاء صحيحه النادي الاهلي. بس الموقف صعب جدا للحكم يا كابتن جهاد انه في الدقيقه الاولى يجي له موقف زي ده بصراحه. ما هو الحكم نازل الملعب مستعد ان في الدقيقه الثانيه الاولى ممكن ما في خطا كبير. صح. والخطا الكبير ده على فكره هو اللي بيكسبك المباراه، لما تكسب اول لقطه او اول صفاره او ثاني صفاره تدي قرار صح. صح. على فكره بتنجح لك المباراه وبترفع روحك المعنويه كحكم في الملعب. وده اللي حصل. ده مهم. وده اللي حصل في باقي المباراه. طيب نشوف الحاله اللي بعدها. تمام. والنهارده كابتن محمد حنفي يعني على الاقل كنت شايفه واثق من نفسه في ارض الملعب، الحالات بقى انت تقيمها. اتفضل. طيب دي في الدقيقه 56 كان في احتماليه ركله جزاء ليها المقاولون العرب يا كابتن جاد. تمام. لعبه طاهر محمد طاهر اللي كل الكلام عليها وكان المقاولين بيطالب ركله جزاء. طاهر اخطا وفي خطا على مدافع على مهاجم المقاولين اللي قدامه، لكن قبل الخطا اللاعب رقم 27 قدامك يا كريم عمل دفع بالجسم عن طريق رجله. لما تدخل مع طاهر محمد طاهر هو ده سبب سقوط طاهر وسقوطه على لاعب المقاولين. قرار صحيح من حكم الفار ان ما يتابعش الحكم، لان اللعبه دي لو هتصفر فيها هيبقى خطا ركله حره مباشره للنادي الاهلي، لكن الفار ما بيتدخلش في ركله حره مباشره، بيتدخل لو في ركله جزاء، وبالتالي كان في خطا قبل ركله الجزاء وعدم استدعاء الفار كان قرار صحيح، واستمرار اللعب برضه كان قرار صحيح. عظيم. نشوف اللقطه اللي بعدها. لقطة في الدقيقة 83 وكانت مطالبة ركلة جزاء للنادي الأهلي. لقطة 83 ركلة جزاء للنادي الأهلي اللي لمس اليد. لاعب المقاولين نزل على الأرض، الإيد دي الإيد السبورت اللي بيسند بيها وأنت بتلعب الكورة، وبالتالي بتتكلم إن الإيد السبورت دي اللي يعاقب عليها اللاعب بلمسة يد، واستمرار اللعبة كان قرار صحيح من حكم المباراة ومراجعة صحيحة من حكم الفار، وبالتالي استمرار اللعبة كان قرار صحيح. عظيم. نشوف اللقطة اللي بعدها. دي بقى كانت اكثر جدلا يعني دي 92 ومطالبه من المقاولون العرب بضربه جزاء. هاتوا لنا يا جماعه اللقطه اللي بعدها. خلصنا دي. تمام. في الدقيقه 92 لاعب الاهلي محمد اشرف. خلاص يا جماعه اللقطه دي خلصناها. طيب معلش يا كابتن جاد هنعرضها حالا بيجهزوها. لا ولا معاك. معاك كريم. معاك كريم. طيب اللقطة دي لقطة ناس كتيرة قالت يا إما ضربة جزاء يا إما مش ضربة جزاء، بس أنا شفت بعض الآراء التحكيمية إنها مايلة أكتر لضربة جزاء، بس لما حضرتك تشوفها برضو تقول لي رأيك إيه. لا هي مش بص في الموضوع في ركلة جزاء يا إما ركلة جزاء يا إما مش ركلة جزاء. ما فيش يعني اللعبة دي بالذات بتتكلم في تلامس جسدي. فهي حاجة من الاثنين يا كريم، يا إما المدافع أهمل والرجل وصلت للرجل وبالتالي في ركلة جزاء للمقاولين، يا إما المدافع ما أهملش، ممكن لاعب المقاولين رجليه الاثنين خبطت في بعض ما تبقاش ركلة جزاء، او مدافع الاهلي ما تلامسش تماما مع 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 مهاجم المقاولين ويستمر اللعب. عظيم. اللقطه واضحه وصريحه. لاعب النادي الاهلي اهمل وفي تلامس حصل، على فكره الاهمال مش شرط يبقى فيه تعمد،
الاهمال بيحصل بعدم التعمد، لو انت الراجل ما راعيتش ان انت تخطئ وبالتالي تلامست مع الرجل مدافع مهاجم المقاولين داخل منطقه الجزاء، وبالتالي دي ركله جزاء صحيحه لم تحتسب المقاولين. اللعبه دي برضو للامانه في الحكم في ارض الملعب صعبه جدا يشوفها، وبالتالي دي لعبه فار، كان لازم بحكم الفار يستدعي الحكم ويشوف اللقطه ويوريها له اللقطه. على فكره الحنفي لو خرج شافها مش هياخد ثانيتين او ثلاث ثواني ويرجع باحتساب ركله جزاء صحيحه المقاولين لم تحتسب، وده خطا طبعا مؤثر على نتيجه المباراه النهارده. يعني كنت شايف ان هي ضربه جزاء يا كابتن جاد، ركله جزاء واضحه وصريحه للمقاولين لم تحتسب باهمال محمد اشرف لاعب النادي الاهلي، حصل تلامس من الرجل للرجل وبالتالي خطا صحيح للمقاولين لم يحتسب في ارض الملعب. طيب.